مرحبا، حلقة جديدة من أجندة منترافق فيها لنتابع آخر الأخبار على الساحة الفنية الثقافية والاجتماعية. والبداية هالأسبوع مع العيد 69 لدولة الهند، حيث أقام سفير الهند بلبنان سنجيف أورورا حفل استقبال بفندق رويال دبي بحضور ممثلين عن الرؤساء الثلاثة، بالإضافة لشخصيات سياسية دبلوماسية واجتماعية. وللمناسبة ألقى السفير كلمة نوه فيها بالعلاقات الثنائية اللبنانية الهندية. سعيدين جدا أن نشارك بهالاحتفال، خاصة أن الهند يعني هي قارة مؤلفة من 1.2 مليون إنسان من مختلف الفئات والأديان والطوائف وكلهم واللغات حتى، مع هذا كله منشوفهم عايشين مع بعضهم بانسجام بوئام بسلام. فينا نتعلم كثير من الثقافة الهندية ونحن سعيدين نشارك بها العيد. مناسبة كثير حلوة، يعني السفير الهند رجل محب ولبناني كلهم بيحبوه، بعدين هو نشيط يعني وفعلا عم بيقوم بنشاطات عديدة وعم بيعمل العلاقات وعم بيطورها مع لبنان والهند على كل الأصعدة. الهند بلد كبير عظيم ونحن على علاقات طيبة يعني، فأنا بهالمناسبة بهني بالعيد الوطني وبتمنى لدولة الهند الاستقرار والازدهار، وإن شاء الله نحن عنا كمان بلبنان بيكون في ازدهار واستقرار وسلام، لأنه كلنا صرنا متعطشين يعني بهالأوضاع كلها هيدي. فشكرا له، على انا دائما بتواصل معه، ونحن كسلك انصلي على طول هو بتواصل معنا وفي علاقات طيبه، ونحن يعني عم نجرب نعمل نحن وياهم علاقات تجاريه اقتصاديه ثقافيه، فهو اهل لذلك يعني. مجمع تجاري ضخم تم افتتاحه الأسبوع الماضي بالحزمية بحضور أكثر من 800 شخص من الوجوه والشخصيات الاجتماعية والفنية. هالمجمع يلي بيرتقي لأعلى مستويات وبشكل مركز نابض للحياة ووجهة مثالية للقاءات الاجتماعية والاقتصادية. الليلة هي الجراند اوبننج للسيتي ووك اللي هو عبارة عن F&B كومبلكس. اليوم الافتتاح الكبير لهذا المشروع هو عبارة عن مطاعم وكافيات واسامي معروفة بلبنان ودجا موجود لها غير فروعها، وفي عنا كمان بالمشروع بالسيتي ووك يونت سبا بيوتي لونج، وفي عنا كيدز اريا. ومن المطاعم الموجودة عنا هي سكوير كافيه اللي وان سي فود، الروج هي فرنش كوزين، في عنا ستيك هاوس هو روك اند رامس، في كافي شوب اي سي، في السوشي ريستورانت هو تراي اس،
وفي عنا السبا بيوتي لاونج اللي هو شوغر مي، وفي السكوير كيدز اريا اللي راح تفتح قريبا ان شاء الله خلال 10 ايام. سيتي ووك الليلة فتح أبوابه لكل الزوار اللي بحبوا يجوا ويستكشفوا شو موجود عنا بالسيتي ووك من مطاعم وغيره. واللوكيشن للسيتي ووك هي تعتبر برايم لوكيشن بمنطقة الحزمية، الحزمية منطقة عم تعمر كتير هالفترة، ونحن فايسينج السيتي سنتر، بيروت سيتي سنتر اللي هو من أكبر المولات بلبنان، دغري بوجه المين جيت، فايسينج المين جيت للسيتي سنتر. كسيتي ووك نحن عنا بيجز على السوشيال ميديا، في على الفيسبوك وفي على الانستغرام، السيتي ووك قلبي، اي هاشتاج سيتي ووك او ات سيتي ووك قلبي بيلاقونا على السوشيال ميديا على الفيسبوك وعلى الانستغرام، وفي الموبايل نمبر اللي هو 708-888-478 هو للسيتي ووك. السبا عنا بالسيتي ووك بيفتح from 10 a.m. till 10 p.m. every day، والريستورانتس والكافي شوبس بيفتحوا from 10 a.m. till after midnight till 1 or 2 a.m. وبالاخص الكافي شوبس، الفرنش كويزين والامريكان ستيك هاوس والسوشي لل 12 a.m. نحن بنتمنى من الكل يجي يزورنا، يزور السيتي ووك، يستكشف شو موجود بالسيتي ووك، واكيد نحن بنتمنى نرضي جميع الكاستمرز او الزوار اللي بيجوا لعنا ونكون عند حسن ظنهم كسيتي ووك وكجميع ادارات المطاعم الموجوده عنا. بريك صغير بنرجع معكم لنتابع حلقة أجندة لليوم، خليكن معنا. نحن اليوم عاملين جراند اوبننج لشابو بال كوكتيل بار لاونج تبعنا ببيلوج بوتيك اوتيل، هو على الرابع طابق، عنده فيو يعني رائع، الفيو رائع، ببين كل شيء من الكازينو دي ليبان، كل البيت تبع جوني على على بيروت. في عنا signature cocktails وأكيد عنا international cocktails، بس اللي بيميز signature cocktails طبعاً مثلاً عنا الشابوبا collection يلي هي بيجي signature cocktail، أكيد ما فينا نقول شو هو، واحد مع سيجاريلو، واحد مثلاً مع chocolate truffle bites، يعني عم جرب نعمل شيء different مش شايفينه بعد بلبنان، وأكيد قاعدة مثل هاي القاعدة يعني بتسوى العمر، الفيو تبع لبنان ما في منه يعني وين ما كان. أقام المركز اللبناني للإدمان سكون حفل السنوي بدوان بالبيال لجمع التبرعات، ويلي تخللوا عرض موسيقي وحضروا أكثر من 500 ضيف ويلي ساهموا بإنجاح الحفل. كل الأجواء منتبعها سوا مع كاميرا أجندة. ما
بقول انه هالعشاء الخيري اللي بنعمله كل سنه كثير مهم لسكون. مهم لشغلتين، اول شيء اللي بيأمن التمويل اللي منعوزه لنكمل سنه لسنه، وبنقدر نساعد هلا يعني كل سنه بعد سنه عم نساعد ناس اكثر واكثر، عيال وعالم بيجوا لعنا عندهم مشكله ادمان. السنه الماضيه ساعدنا اكثر من 500 شخص، يعني 500 عائله. وعنا كمان برامج وقائية كل سنة بعد سنة، عم نقدر نوصل لأكثر عدد مدارس، أكثر عدد تلاميذ شباب وصبايا، مش بس ببيروت بس بكل مناطق بلبنان. صراحة أنا كتير مبسوطة أني موجودة هون بحفل لسكون، وأنا صحيح ناشطة اجتماعية بس أول مرة بسمع أنه عن جد في هالقد ناس على الأرض عم يشتغلوا بدون ما يكونوا كتير عم بيسوقوا حالهم. يعني كتير انبسطت بالانشيتيف اللي عم بيعملوها، سورتو أنه عرفت ومن خلال كل شيء عم شوفه على الأرض، يعني صاروا طبيبين بحدود 35,000 شخص، وهيدا رقم منه هين وعسكت عم نعمله، وهيدا شيء كتير بيرفع الراس. والإدمان والبولينج اللي عم نشوفه بالمدارس والألكول، يعني الألكوليك، العالم عن جد بحاجة لدعم، وهيدا الدعم مش كلنا منحب نحكي عنه، مش يعني مش الدعم قصدي إذا بديك sort of أمراض مش دايما نحب نحنا نقول إنه يي عنا إدمان أو يي عنا حالة معينة عم نعاني منها. وحلو أنه يكون في عنا صديق أو رفيق أو مساعد أو شخص عم بيكون حدنا وعم بيساعدنا بدون ما يحكي، يعني هيدا شيء كتير بترفع الراس خصوصا بلبنان مع كل المشاكل اللي عم نعانيها. حبيت كتير سكون شو عم بيعملوا وكيف طريقة شغلهم، وأنا هون لساعد وأكيد رح ساعدهم للآخر. أكيد نحن دايماً ندعم كل الجمعيات بلبنان، لأنه بلا الجمعيات البلد بيوقف، فخيرهم كتير كبير وفضلهم كبير على المجتمع اللبناني. السكون جمعية كتير مهمة لأنه اتطرقت لموضوع يلي كان تابوه بفترة معينة بلبنان، ولكن هي عملت حملات توعية وصار البلد عارف أنه عندنا مشكل، والمخدرات مشكلة موجودة بلبنان يلي هن عم بيجربوا يعالجوا المشكل ويعملوا توعية عليها. فنحن شاكرينهم أكيد للجيل القادم وللأجيال كلها على العمل المجهود الكبير اللي عم بيعملوه. بحب أقول لهم إنه الله يعطيهم العافية، ونحن صلنا سنين مواكبينهم وكل سنة عن سنة بيتحسنوا وبيزهروا وبيقدروا يساعدوا عالم أكثر. متمنى لهم كل التوفيق بكل العمل يلي عم يعملوه، العمل الجبار الاجتماعي الإنساني يلي مبني على التوعية وعلى تحسين المجتمع. الله يأخذ بيدهم. منكمل حلقة أجندة معكم لليوم، ولكن بعد البريك. البيسمنت هو عنوان جديد ببيروت لآخر الصيحات بعالم الموضة. الافتتاح كان الأسبوع الماضي أيضا ببيروت، وتضمنت المجموعة قطع بتناسب كتير من المناسبات، والأهم أنها متاحة لكل الميزانيات. الأجواء الحضور والافتتاح مع كاميرا أجندة.
المحل اسمه The Basement because we're on underground. بناية قديمة إلى 60 سنة. قررنا نعمل كونسبت جديدة. والكونسبت fits everyone, all styles. Everyone can afford it. Basically big brands يلي عم بيعملوا أسعار that people can't afford. نحنا we offer this. We don't ما منبيع شيء that's already made بس stylish. We went to Paris and we got them from Paris and we decided on branding. نحنا our branding The Basement because منقول إنه لبنان كل المحلات صاروا مثل بعض and متشوفي إنه العالم صار بدهم يلونوا حالهم بألوان بموديلات. هيدي it's a new trend للسبب. هلا four girls نحنا عنا all kinds of styles من streetwear لا classy wear لا cute لا دهرة لسهرة لعشاء لغدا. So we have really we tried to do a big variety. We're still a startup and it's yet to expand a lot. حاولنا نعمل شيء بيمثل المحل تبعنا ومحل هلا the funny part انه محلنا اسمه upstairs وهي the basement. ف it was a nice twist انه upstairs هو عم يعمل catering للbasement هلا. فعملنا تشكيلة خفيفة بايتس صغار لحتى العالم يدوق الأكل اللي عندنا. انتوا عادة شو عندكم يعني بتعملوا كيترينج لحفلات كبيرة؟ عندكم محل كمان خاص فيكم بيقدر الواحد يروح كمان؟ صح. نحن عندنا محل ببدارو. هلا اللذة بمحلنا بيقدر يعمل كل شيء يعني نحن نفتح it's a very complicated يعني it's not easy to explain it. نحن الصبح في عندنا breakfast بعد الظهر عندنا بلادو جور وبالليل بيصير باب وبيجوا العالم بيسهروا وهذا الاكل عندنا كثير طيب the prices are amazing. فصراحه بنصح العالم ينزلوا يجربوا ما في حدا عم بيجرب ما عم بيرجع يجي مره تانية. وهيدي كانت حلقة أجندة لهالأسبوع. إذا كنتوا حابين نكون معكم بمناسباتكم الثقافية الاجتماعية والفنية ما تنسوا ترسونا على البريد الإلكتروني agenda@future.com.lb. وأيضا فيكن ترجعوا تشوفوا الحلقة على futuretvnetwork.com وفيكن تعملوا لايك لبيج على الفيسبوك هي أجندة on Future TV. You can follow me على الإنستغرام زينة جنبي كلمة واحدة. بودعكم بلكن باي.